راح نقسمها مثل ما قسم الكتاب ديفيدسون، قسمها الى ثلاث اقسام. واحد هو الاسمى او الربو، القسم الثاني هو السي او بي دي اللي البارحه سولفنا عليه، والقسم الثالث اللي هو السيستيك فايبرز. هذا مرض ثالث، بس هاي مرحلتكم ما مطلوب من عندكم يعني، بس اسمه يعني مش عارف فشي اكو فشي اسمه سيستيك فايبرز. هاي هم يصير تليف يعني خلل جيني يصير. المهم الاسماء هي الربو تعرفوها عندكم فكره عنها. السي او بي دي قلنا البارحه كومبايند اوبستركتيف بولمونري ديسوردر، معنى هذا عبارة عن هو كومبايند يعني عبارة عن مرضين. بي كرونيك برونكايتس، والشغل الثاني اللي بي من البرونيك برونكايتس كذلك الانفيزما. خليني اطلع لكم اياه بالصورة. عندنا البرونيك برونكايتس والانفيزما. الانفيزما هو انت لا ترى او انت فاخر او